مواضيع عديدة شهيدة هذا الأسبوع نتناول أبرزها، ونبدأ من الرسائل الإيجابية بين واشنطن وطهران، وآخرها الاتصال الهاتفي غير المسبوق بين الرئيسين الأمريكي والإيراني. صحيح أن اللقاء بين الرجلين لم يحصل، ولكن المراقبين يرون أن الجليد بدأ يكسر. إيران التي أكدت على لسان مسؤوليها حقها في إنتاج الطاقة النووية السلمية ولا تنازل عن هذا الحق، تسير اليوم في طريق تكتيك الليونة البطولية كما وصفها المرشد الأعلى للثورة. ماذا يعني ذلك؟ وهل نحن أمام مرحلة انفراج للأزمات؟ المحور الثاني نتوقف فيه عند نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا في إقليم كردستان العراق. استنتاجان لافتان يمكن الإشارة إليهما: الأول، تراجع حزب جلال الطالباني إلى المركز الثالث بعد أن تقدم عليه حزب التغيير، وكذلك صعود حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي يمثل الإخوان المسلمين. ما دلالات ذلك؟ وهل الإخوان سيكررون التجربة في كردستان العراق؟ محطتنا الثالثة من كينيا، حيث ما زالت التحقيقات جارية لتحديد هوية منفذي الهجوم على مركز وستجيت في نيروبي، وأصابع الاتهام تتجه نحو بريطانية قد تكون اشتركت في تنفيذ الهجوم. لكن الأهم كان دخول إسرائيل على خط مساعدة السلطات الكينية لتحرير الرهائن وإنهاء العملية. لماذا؟ وما أهمية القرن الإفريقي بالنسبة لإسرائيل؟ وأخيرا، الصحفي المغربي علي أنوزلة في حضرة النيابة العامة بتهمة التحريض على الإرهاب بعد نشر موقعه لرابط منسوب لتنظيم القاعدة. أهلا بكم إلى العدل. اتصال تاريخي بين الرئيسين الأمريكي والإيراني، هكذا وصف المتابعون للمشهد الأخير للعلاقات الأمريكية الإيرانية. نظرة سريعة إلى الخلف تشير إلى أن ملامح انفتاح كانت قد بدأت مع تسلم محمد خاتمي صاحب شعار حوار الحضارات سدة الرئاسة في إيران، حيث رأى فيه المتابعون مدخلا لإمكانية التقارب مع الغرب وخاصة واشنطن. إلا أن جماعات الضغط في كلا البلدين حسب رأيهم حالت دون وصول هذا المسعى إلى مبتغاه المنشود، انطلاقا من كون الخطوة حينها غير ناضجة بعد. لاحقا كانت فترتان رئاسيتان للرئيس السابق محمود أحمد نجاد اتسمت فيهما العلاقة مع الغرب بالتوتر الشديد، وفرضت خلالهما عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية. اليوم ومع وصول الشيخ حسن روحاني إلى سدة الحكم، تفاءل المتابعون خيرا بخطابه المبني على الحوار ونبذ التطرف والعنف، وهو ما شدد عليه مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع احتفاظ إيران بحقها في إنتاج الطاقة النووية السلمية. الغرب من جهته تلقف التحية بأحسن منها، وربما ليس أدل على ذلك من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي بنظيره الإيراني أمس، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد عبرت عن ذلك بالرغبة والحماسة لعقد لقاء يجمع الرجلين. لكن أسبابا غير معلومة تماما حتى الساعة
حالت دون ذلك، ولو أن الرئيس الإيراني عزى الأمر إلى أن الوقت لم يكن كافيا لتحضير هذا اللقاء. هل الأمر فعلا كذلك؟ وماذا يعني لقاء الرئيسين إن حصل؟ كيف يمكن أن ينعكس ذلك على المنطقة؟ هل سيغير التقارب الإيراني الأمريكي المعادلات فيها؟ والأهم، هل بدأ جدار الثقة يبنى بين البلدين؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على الدكتور حبيب فياض، الخبير في الشؤون الإيرانية. أهلا بك دكتور حبيب. لغاية أسبوع أو أقل ربما كان ما جرى بالأمس يبدو مستحيلا، أن يتم هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيسين وأن يبادر الرئيس الأمريكي للاتصال بنظيره الإيراني. كيف يمكن وصف ذلك؟ هل كسر الجليد بالفعل ولو على مستوى شخصي بين الرجلين؟ يعني المفاجأة لم تكن من الجانب الأمريكي بمقدار ما كانت من الجانب الإيراني. نحن نعلم منذ عام 86 عندما حصلت فضيحة إيران جيت وحاول الأمريكيون المجيء إلى طهران على طائرة، هذه الطائرة كانت مليئة بالأسلحة. الإمام الخميني آنذاك كان حيا وأمر بإرجاع الطائرة من حيث أتت، وكان على متنها مستشار الأمن القومي الأمريكي. على مدى السنين الماضية دائما كان هنالك محاولات أمريكية للتواصل مع طهران، ودائما طهران كانت ترفض. الذي اختلف هذه المرة ربما أن إيران وجدت أن التوازنات الحاصلة حاليا على مستوى المنطقة تسمح لها بأن تتواصل وتنفتح على الجانب الأمريكي من موقع الندية ومن موقع التوازن، خاصة على خلفية التطورات الأخيرة التي طرأت على مستوى يعني الأزمة خلفية السورية والعدوان الذي كان مرتقب على سوريا. وبالتالي يعني الرؤية الإيرانية تقول بأن المنطقة في المرحلة المقبلة من الممكن أن تشهد فراغا واضحا نتيجة تراجع أمريكي ما. هذا الفراغ من الممكن أن يملأ من خلال الانفتاح والتواصل. ما يعني أنه بالفعل، يعني بالعودة إلى السؤال اللي تفضلتي فيه، أنه نعم بالفعل نحن يعني يمكن أن نقول بأن الجليد يعني تم كسره دفعة واحدة، يعني لم يعد هناك جليد ولم يعد هناك جدار في مسار وسياق العلاقات الإيرانية الأمريكية. لا نريد أن نفرط بالتفاؤل في الواقع، ولكن كان لافتا حتى استعمال كل رئيس للغة الآخر. يعني على تويتر الرئيس الإيراني استخدم اللغة الإنجليزية، وأيضا الرئيس الأمريكي استخدم اللغة الإيرانية، وهذا أيضا كان لافت. ولو أنه تفصيل، الرئيس الأمريكي اعتذر من الرئيس الإيراني على الزحمة الخانقة في نيويورك ورد التحية أيضا الرئيس الإيراني. الأهم في كل ما جرى أنه حديث الرئيس الأمريكي عن إمكانية التوصل إلى حل بالنسبة للنووي الإيراني، يعني هو أبو المشاكل النووي الإيراني أو أبو الأزمات لنسميه، وتطرق إليه الرئيس الأمريكي أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بهذا الملف، وهذا أيضا تطور مهم جدا. بالنسبة للتواصل بين الرئيسين، يعني أحب أن أشير إلى مسألة ليست المرة الأولى التي يتكلم بها الرئيس الأمريكي اللغة الفارسية. عندما يعني هو قبل الآن وجه رسالة تهنئة للشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز، واستخدم يعني مصطلح عيد شما مبارك، يعني كل عام وأنتم بخير. نعم هذه دلالة رمزية على نوع من التداخل المرتقب بين الجانبين، يعني عندما يصار إلى استخدام كل لغة من قبل رئيس يعني يستخدم لغة الآخر. ولكن بالنسبة للمسألة النووية نحن في حالة عود إلى بدء، يعني نفس المعادلة التي أرساها الرئيس حسن روحاني عندما كان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، وعندما كان يفاوض الغربيين، يعني لم يكن آنذاك هناك 5+1، كان هناك ترويكا الأوروبية تفاوض إيران. هو طرح هذه المعادلة أنه نحن نقدم ضمانات وتطمينات بأننا لن نتجه باتجاه القنبلة النووية، مقابل أن تحصل إيران على اعتراف من قبل المجتمع الدولي بحقها بامتلاك الطاقة النووية السلمية. ولكن عندما يصبح رئيس يكون الكلام له وقع آخر يعني وله قيمة. المسألة أنا برأيي ليست أنه رئيس، المسألة أن الظروف باتت مختلفة عما كانت عليه عام 2003. بمعنى أنه الغرب جرب كل المحاولات وكل الوسائل، يعني من خلال مجلس الأمن، من خلال التلويح بالحرب، من خلال المفاوضات التصعيدية والنقدية، أيضا من خلال العقوبات، لم يصل إلى نتيجة مع إيران.
الغرب وجد نفسه أن إيران إذا أرادت أن تصل إلى القنبلة النووية وفق السياسة المعتمدة من قبله تجاه طهران، طهران تستطيع أن تصل، ولكن المعادلة التي تم تكريسها الآن من الممكن أن تمنع طهران من الوصول إلى القنبلة النووية في ظل نوع من الاستقرار الإقليمي والدولي. طيب. يعني أنتم تخشون من قنبلة نووية إيرانية، تعالوا وخذوا كل الضمانات والتطمينات. واليوم كان في كلام عن القنبلة، وصف النووي السلمي الإيراني بأنه يعني يعبر عن عزة وكرامة الإيرانيين، لهذه الدرجة هو نعم مهم هذه بالنسبة مسألة الإيرانيين. سيادية يعني نعم. هذه مسألة مرتبطة بكرامة إيران وسيادة إيران، ولهذا نجد أن إيران على مدى أكثر من 10 سنوات من التفاوض ولا مرة تنازلت عن مسألة متصلة بالنووي السلمي، وهي إلى الآن ما زالت كذلك. نعم، ولكن ربما الجديد لغاية عفوا يعني أشير إلى مسألة الجديد هذه المرة أنه حسن روحاني من باب إثبات حسن النوايا وضع سقفا زمنيا للتفاوض وحل المشكلة. يعني تحدث عن فترة زمنية بين 6 شهور إلى سنة. في البداية كان 3 إلى 6 شهور، بعدين مددوا الفترة شوي، وهذا تطور ومؤشر كتير مهم، لأنه إيران طوال السنوات الماضية يعني جليلي ما كان يروح يفاوض الغربيين، كان يعني دائما كانت بس تقريبا مفاوضات شكلية ويدورون في حلقة. طيب. ومن ضمن المعادلة الجديدة التي أرسيت ربما دكتور حبيب وتحدثت عنها، يقال أنه أيضا لدى الإيرانيين تكتيك جديد اليوم، هو تكتيك ما سماه مرشد الثورة السيد علي خامنئي بتكتيك الليونة البطولية. هو قال بالحرف منذ تقريبا فترة أسبوع أن هذه الحركة أي الليونة البطولية تكون جيدة جدا وضرورية في بعض الأحيان، لكن مع الالتزام بشرط أساس هو معرفة ماهية الطرف الآخر، لأنه شرط رئيسي لاستخدام هذا التكتيك، وأن المصارع الفني يبدي الليونة أحيانا لسبب فني إلا أنه لا ينسى من هو خصمه وما هو هدفه. يتابع السيد خامنئي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض السلاح النووي انطلاقا من عقيدتها ومبادئها الإسلامية وليس من أجل أمريكا أو غيرها. هذه نقطة أصبحت واضحة، ما معنى الليونة البطولية ولماذا ماذا اليوم يتحدث عنها المرشد الأعلى للثورة وليس بعهد خاتمي مثلا، وقيل عنه يومها عهد انفتاح وحوار وأطلق مبادرات سياسية وفكرية وحوار حضارات وغيره، لماذا اليوم السيد خامنئي يتحدث عن يعني تكتيك الليونة يعني البطولية؟ دائما أنه هلأ السؤال اللي عم ينطرح بشكل أساسي، ما هو التحول في الموقف الإيراني؟ أنا برأيي التحول في الموقف الإيراني هو هذه العبارة، يعني ليونة الأبطال أو ليونة الليونة البطولية. بمعنى أنه إيران في السابق كانت تعتمد على سياسة أحادية قائمة على أساس إدارة الظهر للجانب الأمريكي. إيران اليوم استبدلت هذه السياسة الأحادية بسياسة قائمة على ثنائية الجمع بين اللين والقوة، الليونة والشدة. إذا أراد الغرب أن يتعامل مع إيران على خلفية دبلوماسية يثبت من خلالها حسن نوايا تجاه الإيرانيين، إيران جاهزة. وإذا أراد الغرب أن يذهب مجددا إلى التصعيد والقوة والعقوبات، أيضا إيران جاهز. يعني لن نسمع بالمستقبل أنه الشيطان الأكبر أو محور الشر، يعني هذه المصطلحات يعني جديدة. الملفت جدا أنه أوباما الآن يبرر للإيرانيين، يعني أوباما الآن يبحث عن مبررات تخفيفية للإيرانيين ويقول بأن قائد الثورة بإيران يتحدث دينيا عن حرمة استخدام وامتلاك السلاح النووي. يعني هيدا وكأنه يعني يريد أن يبرر للرأي العام الأمريكي ويريد أن يمهد الطريق أمام جولة جديدة من المفاوضات القائمة على الانفتاح بين إيران وأمريكا. أما بالنسبة لمحمد خاتمي، يعني أنا لا أرى فرقا كبيرا في طريقة التفكير والسياسات المعتمدة بين خاتمي وروحاني. طبعا لكل منهما خصوصية معينة، ولكن أنا بما أعرفه عن حسن روحاني أنه أكثر جرأة من محمد خاتمي. يعني هناك مثل شائع في إيران معروف عن خاتمي أنه تكلم كثيرا ولكنه لم ينجز، يعني في لحظة الإنجاز كان مترددا، ولكن حسن روحاني بالعكس. يعني واحدة من الأمور التي دفعت الناخب الإيراني إلى اختيار
حسن روحاني هو جرأته خلال الحملة الانتخابية خلال فترتين رئاسيتين بالفعل، يعني إذا ما أردنا المقارنة فترتين رئاسيتين للسيد محمد خاتمي 8 سنوات يعني عاجزة عن القيام بما قام به بشهرين السيد أيضا الشيخ يعني يجب أن نلتفت إلى أن الظروف كانت معقدة ومختلفة، يعني لم تكن كما هي عليه الآن. يعني في ذلك الوقت يعني إيران لم تكن تمتلك نفس أوراق القوة التي تمتلكها. يعني الانفتاح ليس فقط مرتبط بشخص روحاني أو حسن أو محمد خاتمي، إنما في جانب منه مرتبط بموازين القوى وبالظروف الجديدة. وكان ربما مرتبط بعامل أساسي مكبل هو المؤسسة الدينية والعسكرية. يعني لا نستطيع أن نغفل الحرس الثوري. اليوم برسالة من السيد خامنئي للحرس الثوري قال بما معناه حيدوا نفسكم عن النشاطات السياسية، وهذا أيضا تطور. الرأي العام الإيراني لم يكن يستطيع خلال فترة خاتمي أن يتقبل انفتاحا مباشرا على الغرب، بمعنى أن إيران احتاجت إلى عقود طويلة فقط لكي تقنع الرأي العام الإيراني بأن هناك إمكانية لكسر الحاجز القائم بين إيران وأمريكا. حتى أنا برأيي لم يكن المانع من اللقاء بين الرئيسين الإيراني والأمريكي في نيويورك مؤخرا كما قيل يعني ضيق الوقت أو مقدمات أو تعقيدات، بل المسألة مرتبطة بشكل أساسي بأنه هناك خشية من إحداث صدمة لدى الرأي العام الإيراني، بمعنى آخر أنه إيران تريد للقاء بين الرئيسين أن يكون تتويجا لمسار من الانفتاح والمفاوضات، في حين أن أمريكا تريد أن تقطف سريعا وأن تبدأ بالعكس، تريد للقاء بين الرئيسين أن يكون الخطوة الأولى على مسار الانفتاح. طيب. وهذا ما يطرح السؤال، هو لهجة تصالح أم لهجة مصالح؟ وربما الاثنين معا ما دام النية صادقة وموجودة. هناك من يرى دكتور حبيب أن فيما جرى في هذا التقارب مصلحة إيرانية أكثر منها مصلحة أمريكية. دعنا فقط نستمع إلى ما قاله السيد مهدي خلاجي، هو خبير ومحلل سياسي أمريكي من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ثم نعلق على ما قال. لست متفاجئا من محاولة الرئيس الإيراني تغيير خطابه السياسي، فقد ورث اقتصادا شبه مفلس بعد السنوات الثمان الماضية، ولم يعاني الاقتصاد من العقوبات غير المسبوقة فقط، بل أيضا من سوء الإدارة والفساد، بالتالي لن يتمكن من التحرك على الساحة الداخلية قبل حل أزمات السياسة الخارجية ولا سيما البرنامج النووي. وأعتقد أن حسن روحاني قد أرسل رسائل عدة إلى الغرب مفادها أن إيران مستعدة لإحراز التقدم على مستوى المفاوضات، وكما سمعنا من كلمته فهو تواق إلى تحقيق ذلك في القريب العاجل، فقد حدد الجدول الزمني لذلك وقال نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق من نوع ما في غضون 3 أشهر. تستغل إيران الأزمة السورية كورقة تفاوض في الملف النووي، نظرا لأن إيران تملك اليد العليا في سوريا لكنها لا تملك اليد العليا في الملف النووي، بالتالي يرى الإيرانيون أنهم بهدف تحقيق أي مكسب في الملف النووي لابد وأن يتنازلوا في الملف السوري، بالتالي يعتمد ذلك على مسار التفاوض وعلى الأولوية بالنسبة لإيران أي سوريا وبشار الأسد أم على رفع العقوبات. ويبدو لي أن رفع العقوبات أهم لإيران من بقاء الأسد في السلطة، كما أن المفاوضات النووية ستؤثر منطقيا ولو نسبيا على الأزمة السورية. ترى إسرائيل أن تغيير الخطاب الإيراني والنبرة طبيعي، لكن لم نشهد بعد أي تغيير على مستوى السياسات، فكل المشاكل العالقة مع إيران ستبقى على حالها. وفيما نحن نتحدث الآن أجهزة الطرد المركزي تعمل، وإيران تحرز التقدم في برنامجها النووي، وتخشى إسرائيل أن تكون إيران من خلال تلك المبادرات الإيجابية وهجمتها الجذابة وابتساماتها الدبلوماسية لا تسعى في الواقع إلا إلى ربح المزيد من الوقت، وتستخدم كل آليات الخداع المختلفة لمواصلة برنامجها النووي، وهذا ما يقلق إسرائيل. لكن أعتقد أنه لدينا الوقت الكافي لاختبار السيد روحاني وفريقه، ونرى ما يوجد خلف الكلمات. هل توجد فعلا أفعال حقيقية وخطوات ملموسة قادرة على دعم لغة إيران الجديدة أم لا؟
إذن هذا ما قاله يعني مهدي خلاجي وهو محلل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. سنتحدث عما أتى على ذكره أنه من المتضرر، ربما تكون إسرائيل المتضرر الأكبر، وصرحت عن ذلك يعني صحيفة معارف، اعتبرت أنه التقارب الإيراني الأمريكي تهديد للأمن القومي الإسرائيلي. قبل ذلك هو تحدث عن العقوبات، وهذا يمثل شريحة أو رأي آخر يقول أنه العقوبات الإيرانية بما أنها تؤذي الاقتصاد الإيراني والشعب الإيراني، فمن مصلحة إيران أكثر منها مصلحة أمريكية أن يتم هذا التقارب. إلى أي مدى هذا يدفع إيران أكثر يعني باتجاه الغرب؟ لو أن هناك مصلحة لإيران أكثر من أمريكا في هذا الانفتاح لتحولت أمريكا إلى جمعية خيرية. بمعنى آخر، صحيح أن إيران تريد الانفتاح على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لديها مسألتان أساسيتان، مسألة العقوبات والأزمة السورية. إيران تدرك أن رفع العقوبات من دون الانفتاح على أمريكا أمر غير ممكن. إيران تدرك أن حل الأزمة السورية من دون التواصل مع الأمريكيين أيضا أمر غير ممكن. ولكن في المقلب الآخر يجب أن لا ننسى أن النقطة المركزية عند الإدارة الأمريكية الحالية بعد الإرباك الكبير الذي أصيبت به هذه الإدارة على خلفية العدوان على سوريا أو أزمة العدوان على سوريا، أوباما يعني من دون انفتاحه على إيران كان سيبدو في حالة ضياع، يعني في حالة لا حرب ولا سلم. يعني أمريكا جربت الخيار العسكري لم تفلح به، ومسألة المبادرة الروسية التهديد أو التلويح بالخيار العسكري. نعم، يعني بمعنى آخر أنه الانفتاح الأمريكي على إيران هو ينقذ هيبة أمريكا على المستوى العالمي، لأنه أمريكا من دون كمان يعني إيران مش جمعية خيرية لتأتي لتنقذ هيبة أمريكا أو أيضا روسيا. هناك نوع من المصالح المتبادلة. صحيح. ولكن أيضا بالتأكيد لو أن المصلحة الإيرانية بالانفتاح على أمريكا أكبر من المصلحة الأمريكية بالانفتاح على إيران لما حصل هذا الأمر. طيب ويقال نحن نعلم بأنه أمريكا دولة براغماتية من الطراز الأول وليست صحيح. مضطرة لل صحيح. ويبدو أنه البراغماتية بات شعار الجميع في هذه الأيام في الواقع. إيران وهي دولة إيران يعني دولة مبدئية تتعاطى البراغماتية. أمريكا دولة براغماتية تتعاطى البراغماتية. طيب القيادة الإيرانية في المقابل دكتور حبيب ترى أنه بوجود شخص باراك أوباما بالسلطة الآن هو فرصة ذهبية يجب استغلالها، لأنه ربما ترى في على الصعيد الشخصي أفضل مما سبقه أو مما قد يأتي بعده؟ إلى أي مدى يعني الإيرانيون بشكل عام لا يميزون بين الخصوصيات الشخصية لدى الرؤساء الأمريكيين؟ لنكن واقعيين يعني. وأيضا أوباما بالوقت الذي يعني كنت أتكلم عن الرسالة التي وجهت للإيرانيين بمناسبة رأس السنة الإيرانية، بنفس اليوم هو وقع لائحة العقوبات أو مدد لائحة العقوبات على الإيرانيين. ولكن إيران ربما هذه المرة تنظر يعني كما قال الرئيس حسن روحاني، هو لم يقل أنه أوباما رجل جيد، هو قال شعرت بنبرة صوت أوباما أمر مختلف. يعني أوباما قبل الآن والرؤساء الأمريكيين قبل أوباما كانوا يقولون بأنه الخيار العسكري دائما مطروح على الطاولة، وأم يعني كانوا يستخدمون مصطلح يجب على إيران أن تنصاع للإرادة الدولية والمجتمع الدولي والإرادة الغربية، وأن توقف الأنشطة النووية بغض النظر إذا كانت حساسة ولا غير حساسة. اليوم اختلفت طيب النظرة. هلا ما بيقولوا هيك يعني باللقاء الثنائي الذي حصل بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإيراني طالبه بشكل واضح الإيراني أنه يجب رفع العقوبات، قال له يعني بما معناه أنه إن شاء الله ترفع العقوبات ولكن أعطونا تطمينات. يعني لم يتحدث لا بلغة انصياع ولا بلغة بالعكس. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تحدثت بإعجاب كبير بوزير الخارجية الإيراني بالتصميم والليونة اللذين أبداهما السيد محمد جواد ظريف. بالأمس البريطانيون كان لهم تصريح أيضا إيجابي تجاه إيران أنه نسعى أيضا إلى تحسين العلاقات. اجتماع الاتحاد الأوروبي بشكل عام كان بناء إيجابي. طيب
إذا ما تحدثنا عن المتضررين من هذا التقارب غير إسرائيل ومفهوم ربما انزعاج أو غضب إسرائيل، إقليميا أو دوليا هل يمكن أن يكون هناك من لا يناسبه التقارب الأمريكي الإيراني؟ بالتأكيد، يعني إلى جانب إسرائيل أنا أتصور أن المجموعة العربية وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي متضررة بالحد الأدنى من الناحية المعنوية والنفسية ومن ناحية السيادة بين مزدوجين نتيجة ما يحصل، لأنه نحن أمام تجربة أنه العرب الذين ارتموا بأحضان أمريكا على مدى عشرات السنين وقدموا لأمريكا كل ما لديهم من إمكانيات وخبرات وجغرافيا وهواء ومياه وجدوا أن بالمقابل أن إيران التي ناصبت العداء لأمريكا 35 سنة وتعاملت مع أمريكا من موقع الندية ورسمت خطوط حمر أمام الأمريكيين، طيب بعد 35 سنة وجدوا أن إيران هي مكافئ إقليمي لأمريكا وأن إيران تخوض شراكة إقليمية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحولت إلى دولة عظمى ومن الممكن أن تصبح يوما ما دولة دولية، يعني دولة كبرى على مستوى العالم، في حين أن العرب إذا حصلت التسوية بين إيران والأمريكيين خاسرون، لأنه الأمريكي سيعطي الإيراني من الحصة العربية. لا، ما أيضا موجودة. هناك عرب اليوم، طيب. يعني أنا نتكلم عن السعودية مثلا، إذا كنا نقصد سوريا، السعودية اليوم مرحبة بإمكانية تقارب مع الإيراني، يعني نحن ننتظر قمة سعودية إيرانية في المستقبل. معقول السعودية تقول لا أنا مش مع التقارب؟ يعني على المستوى الإعلامي نحن عم نحكي على مستوى المعطيات والوقائع. طبعا إيران من جهتها مع غض النظر عن الموقف العربي الضمني، إيران يعني وتحديدا حسن روحاني يتعامل بسياسة الانفتاح والجوار وحسن الجوار والتعاون مع كل المجموعة العربية في المنطقة، ولكن أنا أتكلم كجردة حسابات أنه بعد كل هذه السنوات من التصعيد والتأزيم على مستوى المنطقة، إذا أراد العربي الخليجي أنه يحط ما له وما عليه بيلاقي حاله خسران، في حين أن الإيراني إذا أراد أن يضع في الميزان ما له وما عليه يجد أنه قد حقق أرباحا كبيرة. طيب بأقل من دقيقة دكتور حبيب، هل سينعكس ذلك انفراجا على أمور المنطقة أم أنه النووي الإيراني بالبداية وكل ملف وخطوة خطوة بعد ذلك؟ النووي الإيراني مؤشر على مدى إمكانية انتقال المفاوضات إلى ملفات أخرى، إذا حصل انفراج على المستوى النووي تنفرج الملفات الأخرى، والعكس صحيح، إذا لم يحرز تقدم على المستوى النووي ستبقى الملفات كما هي، وأنا أعتقد بأن التسوية النهائية والتاريخية بين الجانبين الإيراني والأمريكي لم تنضج بعد ولا يوجد بالأفق مثل هذه التسوية، ولكن هناك معادلة تتكرس الانتقال من حالة العداء إلى حالة اللا سلم بين إيران وأمريكا، لن يكون هناك مصالحة ولكن أيضا لن يكون هناك هذه العداوة التاريخية المعهودة بين الجانبين. أشكرك جزيلا جزيلا دكتور حبيب فياض الخبير والمتخصص للشأن الإيراني. مشاهدينا الآن ننتقل إلى سؤال الاستفتاء لهذا الأسبوع، السؤال هو هل تؤيد خضرة جماعة الإخوان المسلمين من جديد؟ ننتظر إجاباتكم بالطبع على الصفحة المخصصة لذلك على الفيسبوك. سؤال الأسبوع الماضي كان هل تعتقد أن الطريق باتت أسهل لتشكيل حكومة في لبنان بعد التطورات الأخيرة في سوريا؟ الإجابات كانت كالتالي: 17% قالوا نعم، و 83% أجابوا بالنفي كلا. من هو الاتحاد الإسلامي الكردستاني وما أسباب صعوده في الانتخابات الأخيرة؟ نرى ذلك بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي. احتل الإسلاميون المركز الرابع في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت الفائت في إقليم كردستان العراق، وحصل الحزب على 186 ألف صوت من مجموع المشاركين فيها، والبالغ عددهم حوالي 2 مليون ناخب، علما أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في وقت سابق أنها أوقفت عمليات فرز النتائج على خلفية اتهامات وجهتها قوى المعارضة
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني بمحاولة التزوير. بكل الأحوال فقد حل حزب الطالباني في المرتبة الثالثة بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني وحزب التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، لكن حصول حزب الاتحاد الإسلامي النسخة العراقية للإخوان المسلمين كما يسميه البعض، حصوله على هذه النتيجة طرح عدة تساؤلات عن أسباب صعوده بهذا الشكل، خاصة في محافظة السليمانية ذات الطابع العلماني. ومع أن الطريق لا يزال طويلا وصعبا لإمكانية صعود الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في إقليم كردستان، إلا أن تجربتهم كما يرى كثيرون أثبتت أن نفسهم طويل في التنظيم. هل عين الاتحاد الإسلامي على السلطة أصلا؟ ولماذا أبدى البعض قلقه حيال ذلك؟ هل يتعزز حضور الإسلاميين في إقليم كردستان العراق أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفنا من بغداد نجيب عبد الله القيادي في حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني. أهلا بك سيد نجيب. أولا، هل تفاجأتم بهذه النتيجة في الاتحاد الإسلامي الكردستاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على هذه الاستضافة وتحياتي لك ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك. حقيقة لم نتفاجأ بهذه النتيجة، لأننا كنا قد أجرينا قبل الانتخابات دراسات مستفيضة عن النتائج المحتملة، وبالتالي نحن قبل الانتخابات حددنا لأنفسنا أننا سنحصل على ما لا يقل عن 10 مقاعد، وهناك إمكانية أن نحصل على 12 مقعد ووصولا إلى 15 مقعد. النتائج لحد الآن، النتائج الأولية حتى عدا الرسمية، لم تعلن من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الأخبار الأخيرة التي عندي أن المفوضية أنهت عملية العد والفرز هنا في بغداد، واليوم توجهوا إلى أربيل. اليوم مساء سيعلنون النتائج الأولية ل 95 إلى 98% من أصوات الناخبين. نعم. وبالتالي إلى الآن كل ما نتحدث عنه هي مجرد تخمينات وليست صحيح، يعني ولكن نتائج يعني رسمية، ولكن خلالها نستطيع أن نأخذ فكرة عن أحجام الأحزاب، ومنها طبعا حزبكم الذي قد يكون فاجأ البعض وقد يكون أقلق البعض. سنتحدث عن ذلك سيد نجيب، ولكن اسمح لي أن أعرف المشاهدين فقط عن ماهية وطبيعة حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني في بطاقة التعريف هذه سريعا. الاتحاد أنشئ عام 1994 بقيادة صلاح الدين محمد بهاء الدين، حصل في انتخابات عام 2009 على 6 مقاعد في البرلمان الكردستاني، حصل على 4 مقاعد في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2010 للحزب حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين في حكومة بغداد المركزية. تعرضت مقراته لهجوم إرهابي عام 2005 وقتل عدد من كوادره. له العديد من الأنشطة والمؤسسات الدعوية والاجتماعية والفنية. أتمنى أن لك يعني أكون قد أخطأت في أي من هذه المعلومات سيد نجيب. لطالما عمل الاتحاد الإسلامي في صفوف المعارضة، وذكرت حضرتك أنه قد أو تطمحون للحصول على 15 مقعدا في البرلمان، هل عين الاتحاد اليوم على السلطة؟ هو بكل تأكيد المعلومات طبعا كانت دقيقة، وكل حزب سياسي بكل تأكيد، يعني الهدف الأساسي من تشكيل الأحزاب السياسية هي خدمة الناس، تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وهذا يتم عن طريق الوصول إلى السلطة. عن طريق السلطة يستطيع أي حزب أن يقدم خدماته وأن يطبق مشروعه الانتخابي. وإذا لم يعني تمنح له الثقة الكاملة لأن يدخل حتى إن كان ضمن تحالف إلى يصل إلى سدة الحكم، فبالتالي يلعب دور المعارضة، لأن دور المعارضة أيضا يقدم خدمة من وجهة أو من طريق آخر، عن طريق آلية أخرى للمواطنين. نحن في الاتحاد الإسلامي الكردستاني كما قلت حسب دراساتنا النتيجة التي حصلنا عليها لم تكن نتيجة مفاجئة، قياسا على الانتخابات السابقة كمقاعد أنا أتحدث، يعني من 6 مقاعد نصل إلى 10 و11، وحتى هناك إمكانية لأن نصل إلى
12 مقعد أي أننا ضاعفنا العدد، هو مؤشر إيجابي بكل تأكيد، ولكن كما قلت طموحنا أن نحصل على مقاعد أكثر في المستقبل، وعندنا دراسة يعني مستفيضة عن هذا الموضوع نعرف لماذا حصل كل حزب على عدد المقاعد التي نتوقع أن يحصل عليها، لأن مع كل انتخابات هناك ظروف وملابسات ترافق الانتخابات، وبالتالي النظرة الموضوعية توصل الإنسان على الأقل إلى النتائج التقريبية. ولكن ربما هذا لم تكن نفس النظرة للسيد جلال الطالباني للاتحاد الوطني الكردستاني. بالفعل كان هناك مفاجأة حسب ما صدر البيان وما جاء في البيان الذي أصدره مكتبه. اسمح لي أن أقرأ أو أتلو بعض الكلمات التي قالها شخصيا السيد جلال الطالباني عن نتائج هذه الانتخابات، ولو أنها بعدها ما زالت أولية حتى اللحظة. يقول البيان الصادر عن مكتب الطالباني إن نتائج الانتخابات هي مبعث قلق للاتحاد الوطني الكردستاني وليست مفرحة ولا تليق بتاريخه وموقعه ونضاله. ننظر إلى هذه النتائج كرسالة وأتحمل المسؤولية الكاملة أمام الرفاق ومخلصي الاتحاد الوطني. سنحقق في الأسباب المتعددة لهذه النتائج بالتشاور مع المجلس القيادي والكوادر المتقدمة والمختصين من أصدقاء الاتحاد. طيب ما دام يعني كانت لديكم هذه الفكرة سيد نجيب، ما الأسباب الموضوعية كما ترونها أو الظروف التي أدت إلى تراجع حزب الرئيس؟ هل مرضه؟ هل غيابه عن الساحة بشكل أو بآخر؟ أم هناك أسباب أخرى؟ القريبون من المشهد السياسي في إقليم كردستان أعتقد أنهم لم يتفاجأوا بهذه النتائج. قبل الانتخابات كنا نتوقع حقيقة أن تقل عدد مقاعد الاتحاد الوطني يعني جماعة مام جلال، أن تقل وحتى إلى هذا الحد. لماذا؟ لأنه في 2009 الملاحظة الأولى المهمة التي ينبغي أن يعرفها المشاهدون الأعزاء أن حركة التغيير قد انشقت عن حزب طالباني، وأكثر من نصف هذه الحركة انشقت عنهم، وبالتالي حتى في 2009 لو لم يدخل الاتحاد الوطني في تحالف مع الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني لما حصلوا على 29 مقعد، ويعني في 2009 حصلوا على 29 مقعد، ولكن النظام الانتخابي حين ذاك كان نظام القائمة المغلقة، وبالتالي كتحالف حزبي السلطة حصلا على 59 مقعد، أكثرية هذه المقاعد كانت للحزب الديمقراطي، وبالتالي لم نتفاجأ أيضا بحصول الحزب الديمقراطي على يقال الآن 37 أو 38 مقعد، لأنه في حقيقة الأمر هذا كان حجمه الحقيقي. عام 2009 الحزب الديمقراطي أعطى بعضا من مقاعده لحزب الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس مام جلال، وبالتالي الآن حينما دخل كل حزب بقائمة مستقلة في الانتخابات فكل حزب حصل على حجمه الحقيقي. فهذا التراجع إذن لوجود حركة التغيير التي تضم يعني فلنقل نصف على الأقل، وإن كانت النتائج أظهرت أنه يعني قد حاز على أكثر من نصف الاتحاد الوطني السابق، وبالتالي هذه المقاعد التي خسرها الاتحاد الوطني كانت المقاعد التي أعطيت له أكثرها طبعا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي من وجهة نظرنا هذه النتائج لم تكن مفاجئة، وأيضا لأي محلل قريب من المشهد السياسي حتى بالنسبة في كردستان. لتقدمكم أو صعودكم في محافظة كمحافظة السليمانية سيد نجيب، نحن نعرف الطابع العلماني لهذه المحافظة، حتى أن هذا لم يكن يعني مفاجئا أو جديدا ربما غير متوقع بالنسبة لكم؟ يعني لأكون دقيقا ودائما نحاول أن نتوخى الدقة في كل حكم نصدره، يعني إذا انتهينا إلى النتائج النهائية وإذا أعلنت المفوضية هذه النتائج فسنقوم بدراسة تحليلية لهذه النتائج، ولكن حتى القراءة الأولية للنتائج الأولية يعني نحن كعدد الأصوات التي حصلنا عليها
قياسا ب 2009 انتخابات برلمان كردستان زادت هذه الاعداد بشكل يعني ملفت للنظر، ولكن قياسا بانتخابات 2010 على مستوى الاصوات حقيقه نحن لسنا راضين عن عدد الاصوات التي حصلنا عليها لانها انخفضت قياسا ب 2010، وبالتالي كنا نطمح ان نحصل على اصوات اخرى او اكثر يعني من هذا العدد الذي حصلنا عليه، ولكن كما قلت هناك أسباب موضوعية. على سبيل المثال النظام الانتخابي المتبع يؤثر كثيرا على الأرقام، لأن الانتخابات بطبيعة الحال هي لعبة رياضياتية. القائمة نصف المفتوحة أثرت بشكل كبير جدا. القائمة نصف المفتوحة يعني تبين حجم الحزب من جانب وحجم الشخصيات الذين يترشحون على قائمة الحزب. صحيح، وهذه الأحجام لم تكن مفاجأة بالنسبة لنا. قد ستنعكس تحالفات في الحكومة المقبلة، ويقال أن الحكومة يفترض أن تكون حكومة توافق يعني بناء على هذه النتيجة وعلى هذه المعادلة بشكل عام. هل يضيركم يعني إذا تحدثنا عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني هو الفرع العراقي للإخوان المسلمين، النسخة العراقية من الإخوان المسلمين تنظيميا وأيديولوجيا؟ نحن كاتحاد إسلامي أعلننا في أكثر من مناسبة أننا ليس عندنا علاقات تنظيمية مع جماعة الإخوان. طبيعة جماعة الإخوان يعني هي مدرسة فكرية لها امتدادات في معظم البلدان على مستوى العالم، فأيضا نحن من هذا الطرف يعني فكريا نحن يعني ننتمي إلى هذه المدرسة، إلى مدرسة الإخوان المسلمين، ولكن تنظيميا ليس لنا علاقة مع الإخوان المسلمين. نحن حزب مستقل، قرارنا مستقل، هو قرار كردستاني وقرار عراقي، وبالتالي هذا هو التوصيف الدقيق لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني. بما معناه أنه ما في أي اتصالات بينكم بين إخوان سوريا مثلا، إخوان الجوار، تركيا أو حتى مصر؟ نحن سياسيا يعني خاصة إذا فرزنا الموضوع الآن سوريا وأيضا تركيا، لأننا حزب إسلامي كردستاني، هناك علاقات، هناك علاقات مع الأطراف الكردية على سبيل المثال، يعني هناك حتى ضمن استراتيجيتنا أن نتحرك على القضية الكردية في كردستان تركيا وفي كردستان سوريا. من هذا المنطلق، من منطلق سياسي، لنا علاقات مثلا مع الأحزاب الكردية، ونحاول أن نستفيد من انتمائنا الفكري إلى مدرسة الإخوان. على سبيل المثال في الساحة السورية عملنا جاهدين على إيجاد تقارب بين الإخوان المسلمين في سوريا وبين الأحزاب الكردية الموجودة. الأحزاب الكردية تدعو إلى الفيدرالية في سوريا المستقبل، وتدعو كحد أدنى إلى اللامركزية، مبدأ اللامركزية الإدارية. كان هناك اعتراض مثلا من قبل الإخوان المسلمين في بداية الأمر، نحن دخلنا كوسطاء يعني لكي نقرب وجهات النظر، لأننا أيضا كحزب كردستاني ندعو إلى ضرورة أن يتمتع الكرد في سوريا بجميع حقوقهم، لأن هذه الحقوق قد هضمت على مدى متى سنوات. دخلتم على خط الوساطة مع إخوان سوريا سيد نجيب؟ متى تحديدا دخلتم على خط الوساطة؟ قبل أكثر من سنتين، ونحن نعمل يعني كوسطاء في هذا المجال. فكما قلت يعني علاقاتنا مع الإخوان ليست علاقات تنظيمية، قرارنا هو قرار مستقل، نحن حزب كردستاني مستقل في كردستان العراق، ولكن بكل تأكيد ننتمي فكريا نحن إلى الإسلام المعتدل، إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي نستفيد من هذه العلاقة في مثل هذه القضايا، وقد ذكرت مثال من هذه الأمثلة. ولكن تودون أو ترغبون أو تفضلون أن يعني يكون الإخوان المسلمون بصدة الحكم بسوريا مثلا؟ يعني يدغدغ مشاعركم هذه المسألة؟ قبل أن أتحدث عن الإخوان المسلمين حقيقة يعني أتحدث عن مبدأ الديمقراطية يعني، وحتى من هذا المنطلق نحن وقفنا مع الإخوان في مصر، ونحن انتقدنا موقف الجيش وتدخله ويعني فرض إرادة العسكر على صناديق الانتخابات وعلى إرادة الناخبين. من هذا المنطلق نحن مع الحرية، نحن مع أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، وأن تتاح الفرصة للذي يحصل على الأغلبية أيا كان
أن تتاح له الفرصة لإتمام دورته وأن تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية. ولكن أقول في كثير من المناسبات قلت أن المحترفون فقط هم الذين يحترمون قواعد اللعبة، أما الهواة فيضربونها عرض الحائط وهو ما حدث في مصر. نعم، بكل الأحوال هذا كان استطرادا، يعني بما أنك أتيت على ذكر الأزمة السورية وأنكم دخلتم وسطاء على خط الأزمة بشكل عام، يعني كل ما تحدثنا عن حزب كردي أو في إقليم كردستان حضر موضوع حلم الأكراد بالدولة الكردية، أنتم بالاتحاد الإسلامي الكردستاني إلى أي مدى يأخذ هذا حيز من ربما عملكم بالمستقبل أو مما تنون القيام به بالحكومة؟ لأننا حزب فبطبيعة الحال يجب أن أتحدث عن أدبيات الحزب وأتحدث عن مواقف الحزب. أدبياتنا يعني خاصة المؤتمرات التي عقدناها، آخر مؤتمر عقدناه في العام المنصرم، ثبتنا في استراتيجياتنا كحزب كردستاني إسلامي أننا مع رفع سقف المطالبة بالفيدرالية إلى سقف حق تقرير المصير وإلى بناء الدولة الكردية المستقلة. نحن مع هذا التوجه نقول من حقنا كملايين من المواطنين الأكراد، وهي الأقلية الأكبر الموجودة على يعني وجه البسيطة التي حرمت من هذا الحق وحرمت في اتفاقية سايكس-بيكو والاتفاقيات التي تلتها، وبالتالي نحن ندعو إلى هذا الحق من حقنا الطبيعي. وهذا يعني من الأهمية نقول هذا الكلام أيضا، لأنه بعض الإسلاميين قد يعترضون على هذا الكلام، ولكن نقول من منطلق إسلامي من حقنا، لأن هذه الحدود الموجودة الآن هي حدود مصطنعة صنعها الاحتلال وصنعتها اتفاقية سايكس-بيكو، وبالتالي نحن بوضوح شديد ندعو إلى هذا، وبالفعل هو حلم يعني يحلم به كل مواطن كردستاني بغض النظر عن خلفيته. أشكرك جزيلا سيد نجيب عبد الله القيادي في حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، حدثنا من بغداد. نتابع بعض المشاركات على الفيسبوك ثم نعود. الأرملة البيضاء هل اشتركت بالفعل في اعتداء نيروبي وما دور إسرائيل فيما جرى؟ نتابع بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي. ما زالت العاصمة الكينية نيروبي تحاول الخروج من الصدمة التي سببها الاعتداء على مركز ويست جيت التجاري قبل أيام، فبالرغم من انتهاء مأساة المركز بمقتل 72 شخصا وجرح العشرات، إلا أن السلطات الكينية تعكف مع نظيرتها البريطانية على تحديد هوية منافذي الهجوم. صحيح أن حركة الشباب الصومالي هي من قام بالهجوم، لكن المعلومات تشير إلى تورط أجانب من جنسيات مختلفة فيه ومنها بريطانية، وتقوم أجهزة الاستخبارات البريطانية MI6 بتحريات لمعرفة ما إذا كانت سامانثا ليوث قد شاركت في الاعتداء.
علما أن سامانثا بريطانية اعتنقت الإسلام في مراهقتها وهي أرملة أحد انتحاريي تفجيرات لندن عام 2005 التي أودت بحياة 52 شخصا. اللافت فيما جرى كان دخول المساعدة الإسرائيلية على الخط، وتقول بعض المصادر أن السلطات الكينية استعانت بالفعل بخبرات أمنية وعسكرية إسرائيلية في إنهاء الهجوم. قد يكون هذا صحيحا بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي توليها إسرائيل القرن الإفريقي وكينيا بشكل خاص. ما أسباب ذلك؟ هل هناك إمكانية أو مجال لتكرار حوادث دامية من هذا النوع؟ وهل ستكون إسرائيل في الواجهة مرة ثانية؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على السيد منير أديب الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، هو معنا من القاهرة، وأيضا عبر الهاتف سيكون معنا دكتور سامي الرمضاني الكاتب الصحفي. أهلا بكما. سيد منير، أبدأ معك الآن، وبعد أن اتضحت الصورة، ما أسباب ودوافع هذا الهجوم على مركز ويست جيت بنيروبي برأيك؟ لا شك أن هناك أسباب كانت واضحة، وربما هذه الأسباب يعني عرفها أو لمستها الحكومة الكينية فور سيطرة حركة الشباب الإسلامية على ويست جيت، أن السبب الرئيسي والأساسي أن القوات الكينية شاركت ربما في 2011 في مقاومة ومجابهة هذه الحركة على الأرض الصومالية، ومن ثم كان هناك رد فعل لهذه الحركة بعد مرور عامين من الهجوم الكيني على الحركة، خاصة أن الحركة يعني هي موجودة في الصومال منذ زمن بعيد، وربما تأسست عام 2004 وهي تمارس دور جهادي، وربما من خلال عمليات انتحارية، وهي تتبع كما يعلم الجميع تنظيم القاعدة يعني فكريا وتنظيميا، وربما ظهر الشكل التنظيمي منذ عام واحد وهو العام الماضي عندما أعلنت بشكل واضح ومباشر أنها تتبع تنظيم القاعدة، ومن ثم يعني هناك ردة فعل من قبل هذه الحركة ليس تجاه كينيا، حيث كينيا شاركت كما ذكرت لك في الحرب ضد هذه الحركة. صحيح، وهناك الكثير من الدول أيضا صحيح التي شاركت بقوة حفظ السلام الإفريقية بصومال، وهذا ما يجعلها في دائرة الاستهداف أيضا. كينيا ربما اليوم، غدا إثيوبيا أو أريتريا أو هكذا يتوقع البعض. هل هذا يعني سيد منير أن الحركات الأصولية والتكفيرية بدأت أو في طور أن تخطو خطوات إلى الأمام بكينيا وبهذه الدول التي ذكرناها في المستقبل؟ بلا شك يعني هذا ربما يعني يحدث ويحدث في القريب العاجل، وربما هذه الحركات توسع من دائرة نشاطها يعني حيث كانت موجودة في أفغانستان، ونحن الآن نجد يعني دورا عظيما أو دورا متعاظما لها خلال ربما الشهور والسنوات الماضية، كما وجدنا في العراق هذا الدور الذي قام به تنظيم القاعدة، ربما وجدناه في مصر من خلال ما يجري الآن في شبه جزيرة سيناء، والآن نجده في نيروبي. وكان لتنظيم القاعدة منذ 15 عاما عام 1998 تحديدا عندما قاموا بتفجير السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا، ومن ثم هذه الحركات تتمدد بشكل كبير وبشكل واسع فكريا وتتمدد أيضا تنظيميا، خاصة وأن هناك يعني ما يسمى بثورات الربيع العربي ربما يكون جزء من إفرادات هذه الثورة، وهذا ليس انتقادا للثورات بطبيعة الحال، ولكننا نجد مساحة ربما تأخذها التيارات الإسلامية على أرض الواقع، وجزء من هذه التيارات الإسلامية التيارات الأكثر غلوا في الشارع ومنها تنظيم القاعدة، وربما وجدنا ذلك في عهد
على سبيل المثال إذا أردنا أن نتحدث وربما من الظلم الخلط بين التيار الإسلامي بشكل عام وبعض الحركات التكفيرية والأصولية التي تغالي كما تفضلت حضرتك. ولكن اسمح لي أن أذهب إلى دكتور سامي الرمضاني ومعنا من لندن. دكتور سامي، بريطانيا طرح اسمها بشدة في هذه الحادثة، والام اي 6 أصلا تشارك الآن بالتحقيقات مع السلطات الكينية. هل توضحت الصورة أو تبينت المعلومات أكثر حول مشاركة بريطانيين مع حركة الشباب الصوماليين؟ هناك عدة تقارير صحفية تشير إلى تواجد العديد من البريطانيين من الأصل الصومالي في حركة الشباب، ولكن بالنسبة لسامانثا التقارير ما زالت غامضة في الحقيقة، لا يوجد أي خبر مؤكد في الإعلام البريطاني حول تواجد سامانثا بين الإرهابيين الذين قاموا بالاعتداء على. ولكن غريب، وسائل الإعلام تناولت اسمها بكثرة وقالت، طبعا هي عرفت عنها، هي أرملت أحد انتحاريي الاعتداء على لندن بالعام 2005، وربما هذا ما جعل الاشتباه بها يعني أكثر. سامانثا أصلا أيضا من أصول بريطانية كما علمنا، هي اعتنقت الإسلام لاحقا، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، هي بريطانية واعتنقت الإسلام وتزوجت من أحد الذين قاموا بعملية 2005. لكن الغريب في بعض الطروحات الإعلامية هنا أن اسمها ورد منذ اليوم الأول من الاعتداء في كينيا، واستغلته بعض الصحف الموالية لإسرائيل وبعض الصحف التي تغالي في عدائها للإسلام والمسلمين. فهناك موجة في الحقيقة في بريطانيا وفي العالم الغربي بشكل عام ضد الجاليات الإسلامية ومحاولة إعطاء صبغة الإرهاب على الإسلام والمسلمين بشكل عام. طب الآن هل يعني بعد هذه الحادثة هل لاحظتم دكتور سامي تسديد أو إجراءات معينة تجاه الجالية الإسلامية في بريطانيا؟ تجاه الجالية الصومالية تحديدا في بريطانيا؟ لا يوجد تشديد ظاهري، ولكن في مثل هذه الظروف تشتد المحاولات المخابرة، بضمنها طبعا الجالية الصومالية. وهناك تقارير صحفية تشير إلى أن المخابرات البريطانية تحاول تفهم الأوضاع داخل الجالية الصومالية هنا وعلاقة بعض أفراد هذه الجالية بحركة الشباب. نعم. سؤال أخير قبل أن أنتقل من جديد إلى السيد منير، يعني تتم لما تقوله دكتور سامي، هناك 50 بريطانيا يحاربون في صفوف حركة الشباب بالإضافة إلى متطوعين طبعا من دول أخرى، من السويد، من أمريكا، من آسيا وحتى من أوروبا، هكذا تقول بعض التقارير. هل هذه المعلومات دقيقة؟ نعم، هذه معلومات دقيقة. هناك دلائل عديدة مؤكدة في الإعلام البريطاني والمصادر الرسمية البريطانية حول تورط بعض هؤلاء الشباب في الصومال. ولكن ما أود أن أنبه إليه أن العلاقات الكينية الإسرائيلية قوية للغاية، وهناك تقارير إسرائيلية ظهرت في الأيام الأخيرة تؤكد أن إسرائيل هي التي تستشيرها الحكومة الكينية في إدارة الإعلام حول هذا الحادث. وهذا ما سأتحدث عنه بالتفصيل مع ضيفنا سيد منير أديب. أنا أشكرك جزيل شكر دكتور سامي الرمضاني الكاتب والصحفي من لندن. العلاقات الكينية الإسرائيلية سيد أديب قديمة قدم استقلال كينيا عام 1964، وربما كان من الطبيعي لدى البعض أن تهب الحكومة الإسرائيلية لتقديم المساعدة للسلطات الكينية. ولكن هل لديك معلومات ما إذا كانت يعني الخبرات الأمنية بإسرائيل هي التي سرعت في إنهاء هذه الحادثة؟ لا شك أن الخبرات الإسرائيلية، الخبرات العسكرية على وجه التحديد، هي
السبب الرئيسي والمباشر في فك هذا الهجوم بعد ربما 60 ساعة، يعني منذ كان السبت الماضي وتم تحرير الرهائن يوم الاثنين. دعيني أقول لك أن يعني القوات المسلحة الكينية هي قوات ضعيفة، يعني كينيا عسكريا هي ليست دولة قوية، يعني هذا شيء. أما الشيء الآخر أن هذا المركز، مركز ويست جيت، هذا المركز يوجد فيه استثمارات إسرائيلية، يعني ولا ندري على وجه التحديد إن كان يوجد به إسرائيليين وقت الهجوم أم لا، ولكن المؤكد أنه كان يعج بالكينيين وكان يعج أيضا بالأجانب، ومن ثم كان تدخل القوات الإسرائيلية تدخلا كبيرا ومتعاظما، خاصة وأنه نشرت تقارير ونشر كلام على لسان مسؤولين كينيين كبار قالوا أنه عرض علينا، وقد قال الرئيس الكيني هذا الكلام، أنه عرض علينا مساعدة العديد من الدول في فك هذا الهجوم، ولكننا يعني لم نستعن إلا بكتيبة كينية والتحرر تم بامتياز. كل هذه المشاهد تؤكد أن القوات الإسرائيلية تدخلت وتدخلت بقوة من أجل إجلاء المصابين من ناحية، ومن أجل تحرير هؤلاء الرهائن التي ربما يعني نستشف من وراء ما حدث، خاصة وأن هذا المول التجاري كان يوجد فيه استثمارات إسرائيلية، ومن ثم نحن لدينا يقين وربما تظهر التحقيقات فيما بعد أن القوات الإسرائيلية أو القوات الكينية استعانت بالقوات الإسرائيلية، خاصة وأن العلاقات كما ذكرت وجاء على لسانك منذ قليل أن العلاقات هي علاقات قوية ما بين كينيا وإسرائيل، خاصة كينيا على اعتبار أن كينيا من أهم الدول في منطقة شرق إفريقيا، وهناك مصالح ومصالح متبادلة، ومن ثم يعني وهذه بالإضافة إلى أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين يأتون وأتوا إلى إسرائيل بالألاف وبمئات الألاف بعد ذلك تأتي من هذه المنطقة ومن كينيا بشكل خاص، هذا يعني الفلاشة اليهود يأتون من تلك المنطقة الإفريقية، وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ويدل على عمق العلاقات وأهمية أن يكون لإسرائيل موطئ قدم أو حضور قوي بالقرن الإفريقي. هذا صحيح، ودعيني أقول لك حتى أن هذه العملية التي نفذها حركة الشباب الإسلامية في الصومال عندما نفذت هذه العملية كانت تريد يعني أن تصل رسالتها وأن يصل الهدف من وراء هذه العملية بشكل مركب، أنها نفذت العملية ضد كينيا وأنها نفذتها ضد إسرائيل على الأراضي الكينية، ومن ثم أرادت كما يقول المثل المصري أرادت أن تضرب عصفورا حجرا واحدا بعشرة عصافير، ومن ثم يعني أرادت أولا أن تقضي على كينيا وأن تضغط عليها بسبب ما فعلته، وفي نفس الوقت أرادت أن توصل رسالة إلى إسرائيل، خاصة وكانت هناك عمليات سابقة ضد القوات الإسرائيلية منذ سنوات سابقة، وحتى يصل تحذيرها بشكل واضح ومباشر أننا وراءكم طالما أنكم تدعمون كينيا ونيروبي أو تدعمون الصومال في مواجهتنا على الأراضي الصومالية. والبعض قال أنه خبراء إسرائيليون من في هذا النوع من الأزمات من جهاز الشمبت والأمن الداخلي الإسرائيلي والجيش والشرطة قاموا بمساعدة الحكومة الكينية بالفعل في إدارة هذه الأزمة تحديدا. أنا أشكرك جزيل الشكر سيد منير أديب الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، حدثتنا من القاهرة. مشاركات أخرى على الفيسبوك ثم نعود. علي أنزلة، ما تهمته ولماذا تطالب المنظمات الحقوقية بإطلاق سراحه؟ نعرف ذلك بعد الفاصل.
أهلا بكم إلى المحور الأخير في العد العكسي. أكثر من 50 منظمة معنية بحرية التعبير عن الرأي ارتأت أن ترفع الصوت عاليا بهدف الدفاع عن الصحفي المغربي علي أنوزلة الذي نشر على الموقع الإخباري لكم مقالا لصحيفة البايس الإسبانية تضمن رابطا إلكترونيا لمقطع فيديو لتنظيم القاعدة. السلطات المغربية رأت في ذلك ترويجا لأعمال إرهابية ووجهت بالفعل إلى أنوزلة تهمة تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية. كما قررت الحكومة المغربية مقاضاة الصحيفة الإسبانية بسبب نشرها للرابط المنسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، علما أن النسخة الفرنسية من الموقع الإلكتروني لكم نشرت الفيديو كاملا في حين لم تنشر النسخة العربية منه سوى رابط له. اليوم يخضع أنوزلة لتحقيق لدى النيابة العامة في حين أعربت جهات حقوقية عن قلقها من استهداف أنوزلة بسبب هذا الرابط، مستنكرة أن يتم استخدام قانون مكافحة الإرهاب كذريعة لفرض قيود تعسفية على الأفراد. هل تجاوز أنوزلة القانون بالفعل ما استدعى اعتقاله؟ وماذا عن عشرات المواقع التي نشرت سابقا وقد تنشر روابط من هذا النوع؟ هل يدخل ذلك ضمن قانون مكافحة الإرهاب أم أن أنه قمع لحرية الرأي والنشر؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على السيد محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، هو معنا من الرباط. أهلا بك سيد محمد. لو نوصف بداية لو سمحت الوضع القانوني والحقوقي لعلي أنوزلة الآن. توصيف للوضعية الحالية للزميل علي أنوزلة هو أن هذا الاعتقال هو اعتقال تحكمي، لأنه في اعتقادنا كحقوقيين وكمتابعين لقضايا الرأي والنشر والقضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، في اعتقادنا أنه خارج الزمن السياسي الذي تسير فيه الدولة. لأول مرة نجد أنفسنا أمام تطبيق لمقتضيات قانون الإرهاب، وهو قانون استثنائي يتناقض في العديد من مقتضياته مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة. إذا نجد أنفسنا أمام واقعة استثنائية فريدة في تاريخ الصحافة والنشر المغربية. لهذا من خلال الملاحظات الأولية لمتابعة هذه القضية يبدو على أن هناك توظيف مفضوح للقضاء في تصفية الحسابات وفي الإجهاز على قضايا على حرية الرأي والتعبير لهذا الصحفي المشاكس بين قوسين. تصفية حسابات مع الصحفي علي أنوزلة تحديدا، أم هناك تصفية حسابات من نوع آخر؟ يعني يقال أن المسألة اليوم هي مسألة تراكمات على ما كان قد نشره علي أنوزلة في السابق من تغطية لأحداث العيون مثلا، من تغطية للشأن الجزائري وقضية الصحراء وغيرها الكثير من التغطيات التي ربما أثارت غضب السلطة، واليوم أتت النقطة التي أفاضت الكأس بنشر هذا الرابط لتنظيم القاعدة. تماما تماما، هذا هو ما ذهبت إليه كل تحليلات المواكبة للقضية، هو أن الأمر لا يتعلق بنشر رابط لشريط أدانا كل الحقوقيين ما تضمنه في العديد من فقراته. الأمر يتعلق بالفعل بآراء الصحفي علي أنوزلة في قضايا متعددة تهم تدبير السياسات العمومية بالمغرب، كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو أمنية بالتحديد. كذلك على أن هناك من اعتبر بأن علي أنوزلة تجاوز الخطوط الحمراء التي تنتقد في المغرب ما يمكن أن نقحمه أو نضعه في إطار الطابوهات التي لا يمكن أن تكون محط مساءلة أو انتقاد أو متابعة أو نقد. فعلي أنوزلة بالفعل تداول العديد من القضايا التي تجعل المغرب في موقف حرج أمام المنتظم الدولي وخاصة الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. نعم، ولكن الحكومة المغربية اسمح لي سيد محمد، اعتبرت أن في ذلك ترويج للإرهاب في الشريط الأخير مثلا لتنظيم القاعدة. سابقا اعتبرت أنه فيه انتقاص من وحدة المغرب عندما غطى علي مسألة
القضية الجزائرية ومسألة الصحراء الغربية. هذا يعتبر مس بالأمن القومي المغربي كما ترى الحكومة المغربية؟ أنا لا يمكن لي كحقوقي إلا أن أدين موقف الحكومة المغربية، لأنها تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء، وليست هذه الواقعة الأولى. الحكومة المغربية يجب عليها أن تلتزم الحياد إذا افترضنا أن هناك قضاء مستقل في المغرب. في الدول الديمقراطية لا يمكن نهائيا لأي مسؤول تنفيذي، وزير الاتصال أو وزير العدل والحريات أو أي مسؤول آخر حكومي، أن يتدخل ويبدي ويدلي بوجهة نظر معينة تتعلق بقضايا من هذا النوع. فكان من يعني في دولة متقدمة وديمقراطية يمكن أن تتحرك المتابعة أو تحرك المتابعة في حق هذا المسؤول الحكومي، لكننا عندنا في المغرب وللأسف الشديد وليست هذه الواقعة الأولى ولن تكون الأخيرة على حسب ما يبدو هناك من أجواء سياسية في البلد التي تتدخل فيها الحكومة من خلال تصريحات لوزرائها في قضايا من هذا النوع، والأمر هو يجب أن لا يكون كذلك، لأن هناك قضاء والقضاء هناك أطوار أو مجريات لهذه المحاكمة. نحن كحقوقيين نتابع، هناك إدانة لإعمال مقتضيات قانون الإرهاب، وهناك إدانة لهذا الاعتقال ككل، لأن الأمر لا يتعلق نهائيا بأي جريمة ارتكبت. نعم، على الحكومة المغربية ذهبت أبعد من ذلك سيد محمد، وهي تنوي حسب ما علمنا مقاضاة صحيفة البايس الإسبانية التي أساسا نشرت الفيديو قبل أن ينشره علي أنوزلة بموقع لكم من خلال الرابط. يعني نرى هنا إصرار أو تصميم من الحكومة المغربية على المضي للآخر في هذا الملف على مستوى دولة، ولكنها ليست البايس هي وحدها التي نشرت الشريط. أنتم تعلمون جيدا بأن العديد من المواقع الإلكترونية العالمية في أمريكا وفي دول أخرى نشرت هذا الشريط، وبالتالي هذا الأمر أعتقد أنه كان هناك تسرع في هذا الجانب، وربما أن النيابة العامة الإسبانية المعنية حسمت الأمر واعتبرت بأنه ليست هناك أي جريمة يمكن أن تحرك بخصوصها المتابعة ضد هذه الصحيفة الإسبانية لانعدام وسائل الإثبات، وخاصة أن الأمر يدخل في المجال المكفول والمعتاد عليه بالنسبة للصحافة، وهو المتعلق بنشر الأخبار. تصوروا مثلا أنه هناك قنوات فضائية تبث يوما أنها توصلت بأشرطة من هذه الجهة أو تلك، تتحدث عن قضايا قد تحيلنا إلى ما هو متضمن في هذا الشريط، ولكنها تؤكد على أنها بصدد نشر الخبر وتمكين المواطن أو المشاهد من المعلومة، وهذا يدخل في إطار ما هو متداول في الجسم الصحفي وقضايا حرية الرأي والتعبير عالميا. لهذا فالأمر مفاجئ ومفاجئ جدا، وأظن أن الآن الأجهزة التي دبرت لهذا الملف دبرته بنوع من الارتجال، ويجب أن تكون الحرية فورا. وهذا ربما بحاجة لتوضيح أكثر من الحكومة المغربية. بالفعل ما تفضلت به سيد محمد أنه نشر فيديوهات لتنظيم القاعدة منذ سنوات، خاصة من 11 سبتمبر، ونحن نرى على شاشات التلفزة وكل المواقع الإلكترونية وكل وسائل الإعلام تنشر فيديوهات وروابط لفيديوهات لتنظيم القاعدة، وهذا طبعا بحاجة بالفعل لتوضيح من الحكومة المغربية. نتمنى أن توضح ذلك بالأيام المقبلة، أنه إذا ما كانت كل هذه الوسائل مدانة في هذه الحال الآن، كيف هل تواصلتم مع علي أنوزلة؟ هل يفترض أن يبقى على ذمة التحقيق لفترة طويلة؟ هناك طبعا هيئة دفاع محترمة جدا مكونة من نقباء معروفين بنزاهتهم الفكرية وترافعهم في قضايا من هذا النوع، ولائحة طويلة من هيئة الدفاع، وتواصلوا معه سواء خلال مرحلة الحراسة النظرية لدى مخفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد إحالتهم طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب يعني بالسجن المحلي بسلا، ومعنوياته مرتفعة جدا، ويقر بأنه يمارس عمله الصحفي، وإذا كان هناك أو افترض أن هناك قانون يجب أن يتابع به فيجب أن يكون قانون الصحافة والنشر وليس أي قانون آخر، لأنه كما قلت لك سابقا فمقتضيات قانون الإرهاب 0303 هي تتناقض وشروط المحاكمة العادلة المتضمنة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية،
وتعلمون كذلك على أنه الحكومة المغربية صادقت سنة 1979 على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ونشرته في الجريدة الرسمية سنة 1980. طيب قانون الصحافة والنشر سيد محمد يتناقض مع قانون مكافحة الإرهاب، يعني لا يفترض أن ينصف حالات من هذا النوع قانون الصحافة والنشر، أم أنه هو موجود ولكن الحكومة لم تأخذ به؟ طبعا قانون الصحافة والنشر هو موجود عندنا، قانون الذي صدر في إطار مضمونة الحرية العامة فيه ثلاث قوانين، قانون الصحافة والنشر وقانون الجمعيات وقانون التجمعات، وخضع لتعديلات آخرها كانت تعديلات سنة 2002، ومطلبنا كحقوقيين كنا دائما وكذلك نقابة الصحافة وكل الجسم الصحفي كان يطالب بحذف كل العقوبات السالبة للحرية، ونحن لا نقول بأن كل صحفي يجب أن يبقى بعيدا عن المساءلة، فصحفي كباقي البشر يمكن أن يرتكب بعض الأخطاء التي قد تمس بالمجتمع أو بأشخاص أو بخصوصيات بعض الأشخاص، ولكن الأمر يجب أن يبقى بعيدا عن العقوبة السالبة للحرية. فلهذا أنه في الوقت الذي يتحدث فيه الآن العديد من المتابعين على أن هناك لجنة تجتمع من أجل إعداد مسودة جديدة لقانون الصحافة والنشر خالي من كل العقوبات السالبة للحرية، وهذا شيء إذا صدر سننوه به، في هذا الوقت بالذات يتم التراجع إلى مقتضيات قانون كما قلت يتناقض مع ضمانات المحكمة العادلة. بأقل من دقيقة سيد محمد، بأقل من دقيقة لو سمحت، أنتم والمنظمات المعنية، يعني نحن علمنا أنه أكثر من 50 منظمة حقوقية تتابع الموضوع، ما الذي يمكن أن تفعلوه يعني إزاء السلطات المغربية؟ هي اليقظة ومتابعة هذه القضية على اعتبار أنها قضية سجين رأي وقضية صحفي عبر على وجهة نظر، وأن الأمر لا يتعلق نهائيا بأي جريمة إرهابية، سواء تعلق الأمر كما جاء في سك المتابعة بتقديم مساعدة لأشخاص من أجل عمل إرهابي أو تقديم دعم عمدا أو الإشادة بعمل إرهابي، كل هذا الشيء هو شيء باطل ويجب أن يبعد عن هذه القضية، وأن الأصل في العملية هو ما عبر عنه علي أنوزلا في قضايا متعددة، وأظن أنه يجب أن نقول أوقف محاكمة كل صحفي ينتقد السياسة العمومية للدولة بنقد بناء وجري وبصوت مرتفع في قضايا أمنية كما قلت واقتصادية واجتماعية. وهو بالمناسبة متهم أيضا بإهانة الملك أو يعني فتح ملفات الفساد وغيره، بكل الأحوال هذه يعني قضية قد يطول الحديث فيها. بالنسبة لصكوك المتابعة لا وجود لهذه التهمة، ولكن التهم كما قلت ثلاثة وهي تدخل في إطار قانون الإرهاب، وهذا شيء يجب أن نرفضه بشكل مطلق. أشكرك جزيلا سيد محمد زهري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حدثنا من الرباط. مشاركات أخيرة للفيسبوك ثم نعود. لسنا ندري إن كانت هذه دعوة من حركة الشباب المجاهدين رسميا، هذا ما أتانا على الفيسبوك من أنه الآتي أعظم، ربما هناك دول إفريقية تتعرض للاستهداف من قبل هذه الحركة. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من العدل العكسي، أشكر منتجة البرنامج تيما عيسى والمخرجة فولا حملاية هذه المرة، الشكر الأكبر لكم على وفائكم في متابعة البرنامج وإرسال مشاركاتكم دائما على الفيسبوك. العدل العكسي لأحداث الأسبوع المقبل بدأ من الآن، أستودعكم الله والسلام عليكم.